وانا بقى انا من وجهه نظر شخصيه كان التبديل ده كان المفروض يتعمل بعد تبديل محسن هنداوي على طول. توصل لمحمد بلال، بلال لمارك مبوا، مبوا بينطلق بيخترق، عد احمد اسامه رجب هتاخد على طول لكن ما ادالوش عادل مصطفى، يدي لنادر العشري لعادل مصطفى مره ثانيه، ضغط مارك مبوا، قطع مارك مبوا بدون رقم تسعة. هيلعب بقى راس حربة تاني مش من جوه الملعب لكن معاه برضو حط الجسم نادي سموحة، توصل تاني لنادي امبي لكن يقطعها نادي سموحة، حسين امين في جهاز نادي امبي. مارك مبوا صاحب المركز التاسع، يعني نقلة كبيرة جدا لنادي امبي مفيش كلام، نقلة نوعية في جد والاتحاد والمقاولين ومصر المقصة وغزل المحلة، كل دول الساعة 5:45 أو 5:15 باستثناء الجونة والمصري اللي 2:30، بينما لقاء السهرة بقى مع مباراة النادي الأهلي مع طلائع الجيش الساعة 7:15. هننقل لحضراتكم بكرة إن شاء الله مباراة الإسماعيلي و 80، يعني باقي حوالي 8 دقايق ونادي إمبي متقدم هدفين، أحسن من كده وأنت متقدم بهدفين وفاضل 7-8 دقايق. بديل في منتخب مصر للشباب حتى كأس العالم، بيلعب محمد أبو جبل على طول لكأس العالم للشباب 2009 لما جه الملعب، والبدنية برضو البدنية مهمة جدا، حسمت الأمور بالنسبة لنادي إمبي في نص الملعب، ريحت فرقتهم برده موجودة وريحتها موجودة. يا سلام يا بلال، شوف اللمسة الحلوة، شوف من الوقت طريقة ان هو يدي احباط اكتر على طول. محمد صبحي يلعب على طول لكن مقطوعه من سموحه، هتبقى في اسكندريه، استاد اسكندريه على ملعبه مع نادي الاسماعيلي، وبرضه يعني تقليص الفارق فقط لكن انه يجيب هدفين صعب جدا يكاد يكون ضرب من ضروب الخيال في دقيقتين، اثنين هدفين لنادي سموحه، اعتقد الامور صعبه جدا. هو ممكن بيلعب على انه يجيب هدف وما تبقاش يعني خساره كبيره، يعني 2-2 اثنين مقابل لا شيء مش خسارة كبيرة، لكن برضو 2-1 أفضل كتير من 2. من ناحية الشمال بيحاول أحمد أبو مسلم يلعب لمارك مبوا، مارك مبوا يلم كورته مضغوط عليه من 2 لكن برضو شوف أحمد أبو مسلم ضاغط عليه وجابه يقطع على طول جودوين أترام لمارك مبوا، مارك مبوا يفتح زاوية التمرير عايز يسدد لكن اتقفلت عليه، عايز يعمل عرضية برضو انقض عليه الوحش أسامة رجب، تطلع خارج الملعب ضربة ركنية، ضربة ركنية لنادي سموحة من ناحية الشمال،